بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا زلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف أبي عبد الله التلمساني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق على الطريق الثالث من طرق معرفة النسخ، وعرفنا أن طرق معرفة النسخ لا مجال للاجتهاد فيها، بل طريقها النقل المحض. أما العقل فليس طريقا لمعرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا أمر مهم، وذلك حتى لا يتلاعب بنصوص الكتاب والسنة بأن يقال هذا منسوخ أو هذا قد رفع حكمه، فمن ادعى ذلك فلا بد له أن يقيم الدليل على هذا. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله اهتماماً كبيراً ببيان هذه الطرق، وبيّنوا أنه لا مجال للنظر الاجتهادي فيها، بل طريقها النقل المحض. والمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأمور التي تعتبر طرقاً ووجوهاً لمعرفة النسخ، ثم أتبع ذلك ببعض الأمور التي لا تصلح أن تكون طرقاً لمعرفة النسخ. وتقدم معنا طريقان: الطريق الأول أن يصرح الراوي بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، والمقصود بالراوي هو الصحابي. والطريق الثاني الإجماع، وتقدم معنا أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، فإذا وجدنا خبراً أجمع العلماء على خلاف مقتضاه فإن ذلك يكون دليلاً على أنه منسوخ، على أن هذا الخبر منسوخ، لأن العلماء لا يجمعون على خلاف الخبر الثابت. والناسخ ليس هو الإجماع، وإنما هو مستند الإجماع إذا كان مستنده خطاباً، لأن مستند الإجماع قد يكون خطاباً من القرآن أو من السنة، وقد يكون غير ذلك كالقياس على الصحيح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الإجماع. فالحاصل أن الإجماع طريق لمعرفة النسخ وليس هو الناسخ. ووقفنا عند الطريق الثالث من طرق النسخ، وهي أن يصرح الراوي بأن هذا الحكم منسوخ. قال المصنف رحمه الله: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
للشريف التلمساني رحمه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ، كما إذا احتج بعض أصحابنا على أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روي أن سلمة بن الأكوع قال: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو لم يكن ما قال الراوي في بيان تقدمه كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فإن قال هذا منسوخ بهذا فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا، لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل. نعم، عرفنا أن الطريق الأول أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحكم ناسخ لهذا الحكم، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والطريق الثاني هو الإجماع، والطريق الثالث هو ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يصرح الراوي بأن الحكم منسوخ. والمقصود بالراوي هنا الصحابي، أن يصرح الراوي أي أن يصرح الصحابي بأن الحكم منسوخ، بأن يقول: هذا الحكم كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فهذا تصريح بأنه منسوخ. والمصنف رحمه الله فرع على ذلك مسألة، وهي الحامل والمرضع إذا أفطرتا فهل يجب عليهما الإطعام؟ إذا أفطرتا في نهار رمضان فهل يجب عليهما الإطعام أو لا يجب عليهما ذلك؟ وقبل أن نأتي لما قرره المصنف رحمه الله، أشير إلى خلاف الفقهاء في هذه المسألة حتى نبني عليه كلام المصنف رحمه الله. والخلاف ليس مقصودا هنا بالبحث، لأنه لو كان مقصودا لذكره المصنف رحمه الله، لكن مقصوده من هذا الكتاب كما مر بنا كثيرا أن يبين بناء الفروع على الأصول. وهذه المسألة وهي مسألة الحامل والمرضع، هل يجب عليهما الإطعام أو لا يجب عليهما، وذلك إذا أفطرتا في نهار رمضان، وقع فيها خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لها أن تفطر ويجب عليها الإطعام، وهذا ذهب له بعض السلف، وذهب له أيضا بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم. القول الثاني أن لها أن تفطر وعليها القضاء فقط ولا يجب عليها الإطعام، وهذا هو مذهب الحنفية، فقالوا يجب عليها القضاء فقط، أما الإطعام فليس واجبا عليها. والقول الثالث أن لها أن تفطر ويجب عليها القضاء، وأما الإطعام فيفصل فيه، فإن كانتا أفطرتا لحظ نفسهما فإنهما يكونان كالمريض فلا يجب عليهما الإطعام، لأن المريض إذا أفطر
لمرضه فإنه يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه الإطعام. وأما إن أفطرت لحظ الصبي أي لمصلحة الصبي فإنه يجب عليهما مع القضاء الإطعام. هذا حاصل خلاف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، وكل له أدلته. والمقصود من ذكر الخلاف هو أن يكون مقدمة لفهم كلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: كما إذا احتج بعض أصحابنا أي المالكية على أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان أي في نهار رمضان، يعني ولا يجب عليهما القضاء. وهذا القول كما عرفنا أنه مذهب بعض السلف من الصحابة وغيرهم، بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصيام فلم يصوموا، فدية طعام مسكين. والحامل والمرضع مطيقتان للصيام فيجب عليهما طعام مسكين. ووجه الوجوب من الآية أنه قال وعلى، وحرف على يدل على الوجوب كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن قال لفلان علي كذا فمعناه أنه يجب عليه ما ذكره. فهذا يدل، قالوا فهذا يدل على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان فإنه يجب عليهما الإطعام. قال: فيقول المخالف، والمخالف من هو فيما تقدم من سوق الخلاف؟ المخالف هم الذين قالوا يجب القضاء فقط دون الإطعام، أو قالوا يجب القضاء إذا أفطرتا لحظ نفسهما لا لحظ غيرهما. فهذا هو المراد بالمخالف في قوله هنا: فيقول المخالف. فيقول المخالف في أي شيء؟ في عدم وجوب الإطعام على الحامل والمرضع. هذا منسوخ، هذا الإشارة هنا راجعة إلى الحكم الذي تضمنته الآية، بما روي أن سلمة بن الأكوع قال: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الفطر، بين الصوم والفطر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: هذا منسوخ، أي هذا الحكم، بما روي. الغالب أن العلماء إذا قالوا روي فإن الحديث، فإن هذا يكون إشارة إلى ضعف الحديث، لكن حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في صحيح مسلم. وقد نبه بعض العلماء كالحافظ العراقي على أن بعض العلماء قد يستعملون روي في الحديث الصحيح، لكن الغالب أنهم يستعملونه في الحديث الضعيف. قال: إن الناس كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين الصوم والإطعام، وذلك في قوله تعالى في الآية السابقة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ، أي نسخ هذا الحكم، وهو ماذا؟
وهو التخيير، وهو التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصحابي هنا أو كيف عرفنا النسخة؟ عرفنا النسخة من جهة أن الصحابي وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صرح بأن هذا الحكم منسوخ، وهذا طريق من طرق معرفة النسخ. وهل هذه هل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخ أو ليس منسوخا؟ حقق بعض أهل العلم كابن القيم وابن كثير والقرطبي وغيرهم أن ذلك منسوخ في حق الصحيح المقيم، منسوخ في حق الصحيح المقيم بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، والحامل والمرضع إذا عجزتا عن الصيام فلهما الفطر ويجب عليهما القضاء والإطعام، وهذا هو الذي عليه أكثر لأهل العلم. وبناء على هذا فإنه يكون منسوخا من وجه، محكما من وجه، فهو منسوخ في حق الصحيح المقيم، محكم في حق الكبير الذي لا يستطيع الصيام والحامل والمرضع. وبعض أهل العلم أجاب عن حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه بأن قوله ثم نسخ ليس المراد بالنسخ هنا النسخ الاصطلاحي، وإنما المراد به التخصيص. أحسنت، قالوا ليس المراد بقول سلمة رضي الله عنه ثم نسخ النسخ الاصطلاحي وهو رفع الحكم، وإنما المراد به التخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام. ونحن تقدم معنا أن النسخ عند المتقدمين يدخل فيه كل ما فيه رفع للحكم أو بعضه، فيشمل التخصيص والتقييد، ويشمل أيضاً النسخ الاصطلاحي. فإذا وجدنا في كلام بعض الصحابة أو بعض التابعين لفظ النسخ فيجب أن نتثبت من ذلك وألا نستعجل في حمله على النسخ الاصطلاحي، لأنه قد يريد به التخصيص، وقد يريد به التقييد، وقد يريد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم. فبعض أهل العلم قال قوله ثم نسخ ليس مراده به النسخ الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون وهو رفع الحكم، وإنما المراد به التخصيص، والتخصيص عند المتقدمين يدخل في معنى النسخ. ثم ذكر مسألة فقال: فلو لم يكن ما قال الراوي في بيان تقدمه كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فإن قال هذا منسوخ بهذا فإن كثيرا، إلى آخر كلامه. هل هذا النص موجود عندكم في النسخ التي بين يديكم هكذا؟ النص على هذا الوجه لا يستقيم،
فالمعنى فيه إرباك. والصواب ليس ما في النسخة التي اعتمد عليها المحقق وفقنا الله وإياه، وإنما في نسخة أخرى أشار لها في الهامش، وهي في الهامش السادس: فلو لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، بل قال هذا منسوخ بهذا، فإن كثيرا من الأصوليين إلى آخر الكلام. اتضح؟ فإذا قوله فلو إلى قوله قال هذا منسوخ بهذا، هذا يجعل بين معقوفين ويوضع مكانه ما في النسخة الأخرى، فالصواب هو ما في النسخة الأخرى حتى يستقيم الكلام. أما على ما ذكر هنا فالكلام فيه إرباك ولا يصح به المعنى، على ما ذكر هنا المعنى لا يصح. وبناء على هذا فقوله فلو لم يقل الراوي، هذا تفريع على المسألة السابقة. المسألة السابقة ما هي؟ إذا قال الراوي هذا الحكم منسوخ بكذا، فرع على هذا فقال فلو لم يقل الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، بل قال هذا منسوخ بهذا، فإن كثيرا من الأصوليين، في النسخة التي عندي الأصوليون، عندكم ماذا؟ نعم صححت، من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا، لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل. هنا يفرق بين مسألتين: المسألة الأولى أن يقول الراوي هذا الحكم منسوخ بهذا، والمسألة الثانية إذا قال الراوي هذا منسوخ بهذا. المسألة الأولى لو قال الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، المسألة الثانية إذا قال الراوي هذا الحكم منسوخ بهذا، فلدينا مسألتان. فالمسألة الأولى عرفنا أن ذلك يكون نسخا، وهذا من طرق معرفة النسخ، إذا قال الراوي كان هذا الحكم ثابتا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. أما المسألة الثانية وهي إذا قال الراوي هذا الحكم منسوخ بهذا الحكم، فكثير من علماء الأصول لا يجعلون كلامه هنا طريقا من طرق معرفة النسخ. ووجه الفرق بين الصورتين هو ما تقدم معنا في ابتداء المجلس السابق وفي ابتداء هذا المجلس، وهو أن طرق معرفة النسخ مبنية على النقل لا على الاجتهاد. وفي الصورة الأولى الراوي نقل أن الحكم منسوخ، أما في الصورة الثانية فلم ينقل ذلك، وإنما قاله باجتهاده ونظره. والاجتهاد هل يثبت به النسخ؟ الاجتهاد لا يثبت به النسخ. فهذا هو وجه الفرق بين المسألتين. فإذا المصنف رحمه الله ذكر صورتين أو ذكر مسألتين: الأولى أن يقول الراوي كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، فيكون هذا طريقا لمعرفة النسخ. الصورة الثانية أو المسألة الثانية أن يقول الراوي هذا الحكم منسوخ بهذا، أو هذا الحكم منسوخ بهذه الآية أو بهذا الحديث، فلا يكون ذلك طريقا لمعرفة النسخ، لأنه لم يقل ذلك
من جهة النقل لم ينقل لنا ذلك، وإنما قاله من جهة الاجتهاد، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد وإنما يثبت بالنقل، فهذا وجه الفرق بين المسألتين. ولهذا قال: فإن كثيرا من الأصوليين لا يجعل قول الراوي دليلا على أي شيء؟ على النسخ، لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد لا عن نقل، والقاعدة أن النسخ لا يثبت إلا من طريق النقل. ولما انتهى من هذا الطريق أو من هذه الطريق، لأن الطريق يذكر ويؤنث، انتقل للوجه الرابع أو الطريق الرابع من طرق معرفة النسخ، فقال: قال رحمه الله: ومن ذلك أن يستند الراوي في بيان تقدمه على ما يخالفه إلى أمر إجمالي، كما إذا احتج أصحابنا على أن الإمام مخير بين المن والفداء بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال والآية الثانية في سورة براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول. نعم، الطريق الرابع من طرق معرفة النسخ أن يستند الراوي في بيان أو في ذكر النسخ على أمر إجمالي، كأن يقول: هذه الآية أو هذا الحكم كان قبل الهجرة، وهذا الحكم الذي يخالفه ثبت بعد الهجرة، أو يقول: هذا الحكم ثبت في سورة كذا، وهذا الحكم الذي يخالفه ثبت في سورة كذا، والسورة الثانية متأخرة في النزول عن السورة الأولى، فهذا طريق إجمالي وليس طريقا تفصيليا، بخلاف الطريق السابق فهو طريق تفصيلي، لأنه عين الناسخ والمنسوخ، فقال: هذا الحكم كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بكذا. أما هنا فذكر طريقا إجماليا يدخل فيه كثير من النواسخ والمنسوخات، ولهذا سمي إجماليا، لأنه لا يدل على ناسخ معين أو منسوخ معين، وإنما يدخل فيه جملة من النواسخ والمنسوخات، فلهذا سمي إجماليا. ومن هذا ما تقدم معنا مرارا، وهو الدليل الإجمالي سمي إجماليا لأنه يدخل فيه آحاد من الأدلة التفصيلية، فهذا الطريق طريق إجمالي لأنه لا يدل على ناسخ معين، وإنما يمكن أن يدخل فيه نواسخ كثيرة ومنسوخات كثيرة، فما قبل الهجرة وما بعد الهجرة يدخل فيه أدلة كثيرة، ما قبل الهجرة يدخل فيه أدلة متعددة، وما بعد الهجرة يدخل فيه أيضا أدلة متعددة، فلهذا المصنف رحمه الله قال: إلى أمر إجمالي. قال: ومن ذلك، الإشارة هنا إلى طرق معرفة النسخ، أن يستند الراوي أي أن يعتمد في بيان تقدمه، في بيان تقدمه، الضمير هنا راجع إلى الراوي أو راجع إلى شيء آخر؟ راجع إلى المنسوخ، في بيان تقدمه أي تقدم الحكم المنسوخ على ما يخالفه وهو الناسخ، إلى أمر إجمالي. والأمر الإجمالي هو الذي
لا يدل على جزئي معين. وفرع المصنف رحمه الله على ذلك مسألة تقدمت معنا في الكلام على النص، وهي أن الإمام هل يخير بين المن وهو التسريح بلا عوض والفداء والقتل، أو أنه لا يخير بين هذه الثلاثة؟ هل يخير بين المن والفداء والقتل والاسترقاق، أو أنه لا يخير وإنما يجب وإنما يتعين عليه القتل؟ فإذا أسر أسيراً أو أسر، هل هو مخير بين الأمور السابقة أو أنه يتعين عليه القتل؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يخير، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإما منًا بعد وإما فداء حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقوله إما هذا حرف يدل على التخير، كما في قول العرب كل إما خبزا وإما تمرا، فإما حرف يدل على التخير. فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإمام مخير بين هذه الأمور، وتخييره تخيير مصلحي ليس تخيير هوى، لأن التخيير في الشريعة قد يكون تخييراً للمصلحة وقد يكون تخييراً للشهوة والاختيار والهوى. فمثال تخيير الهوى والرغبة التخيير في خصال كفارة اليمين، فإن المكلف مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا تخيير هوى ورغبة. والتخيير هنا تخيير مصلحي. القول الثاني أنه ليس مخيرا في ذلك بل يتعين عليه القتل، وهذا هو مذهب الحنفية، قالوا يتعين عليه قتل الأسير أو الأسرى أو استرقاقه أو استرقاقهم. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، ووجه استدلالهم بهذا أن الله سبحانه وتعالى عين القتل فقال فاقتلوا المشركين. وأما قوله سبحانه وتعالى فإما منًا بعد وإما فداء، فيجيب الحنفية عنه بأنه منسوخ بقوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. وإذا قيل لهم ما طريق معرفة النسخ عندكم، لأن دعوى النسخ وحدها لا تكفي بل لا بد من إثبات ذلك، لأن النسخ على وفق الأصل أو على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل، فمن ادعى النسخ فلا بد أن يقيم الدليل على ذلك. فإذا قيل للحنفية ما دليل النسخ عندكم، ما طريق معرفة النسخ، كيف عرفتم أن الآية الثانية وهي قوله تعالى فاقتلوا المشركين ناسخة لقوله تعالى فإما منًا بعد وإما فداء؟ قالوا ليس عندنا طريق معين، وإنما عندنا طريق إجمالي، وهو
أن قوله تعالى فإما منًا بعد وإما فداءً في سورة القتال، وهي في سورة محمد. وأما قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهذا في سورة براءة، وسورة براءة متأخرة عن سورة محمد فتكون ناسخة لها. فطريق معرفة النسخ عندهم هنا طريق تفصيلي أو طريق إجمالي؟ طريق إجمالي، وسنعرف جواب الجمهور عن ذلك بعد قليل إن شاء الله. يقول المصنف فيقول أصحاب أبي حنيفة هذه الآية وهي قوله فإما منًا بعد وإما فداء منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن الآية الأولى في سورة القتال هذا فيه بيان وجه النسخ، والآية الثانية في سورة براءة، ومن المعلوم أن براءة متأخرة عن القتال في النزول، وإذا كانت متأخرة والآيتان وكانت الآيتان متعارضتين فإن الآية الثانية تكون ناسخة للآية الأولى. فالحنفية هنا استندوا على ماذا؟ استندوا على طريق إجمالي، لكن الجمهور لا أجابوا على ذلك بأن النسخ إنما يلجأ له إذا لم يمكن الجمع، والجمع هنا ممكن، فإن قوله تعالى فاقتلوا المشركين عام في المشركين، لأن المشركين هنا جمع دخلت عليه الاستغراقية فيعم المشركين سواء كانوا أسرى أو ليسوا كذلك. وأما قوله تعالى فإما منًا بعد وإما فداء فهذا خاص بمن؟ هذا خاص بالأسرى، فيكون حكم الأسرى مخصصا من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين. هذا وجه في الجواب. ومن العلماء من يجيب بجواب آخر فيقول بل الآية الثانية ناسخة بل قوله تعالى فإما منًا بعد وإما فداء ناسخ لقوله فاقتلوا المشركين، وإذا كان ناسخا فإن حكمه يكون ثابتا، فإذا انعكسوا الأمر فقالوا بل قوله تعالى فاقتلوا المشركين منسوخ لا ناسخ. وهذا ذهب له بعض السلف فقالوا قوله تعالى فإما منًا بعد وإما فداء هو الناسخ، وقوله فاقتلوا المشركين هو المنسوخ، خلافا لما ذهب له الحنفية. ومن العلماء من أجاب بجواب ثالث وقال الآيتان كلتاهما محكمتان، فقوله تعالى فإما منًا بعد وإما فداء محكم غير منسوخ، وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أيضا محكم غير منسوخ، وليس بينهما تعارض، ليس بين الآيتين تعارض. والنسخ فرع ماذا؟ فرع التعارض، لأنه لا يكون النسخ بين حكمين إلا إذا كان هذان الحكمان متعارضان، فأحدهما يدل على شيء والآخر يدل على خلافه، والآخر يدل على خلاف هذا الحكم. فالآيتان ليس بينهما تعارض، لأن قوله تعالى فاقتلوا المشركين
هذا ليس له علاقة بالأسرى، ليس له علاقة بالأسرى، وإنما هو ناسخ لمراحل القتال التي تقدمت. فإن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر أمر بالكف، بكف اليد، ومنع القتال، ثم أذن فيه فقال أذن، ثم أمر بقتال من قاتل، ثم أمر بعد ذلك بقتال المشركين كافة. فهذه الآية ليس لها علاقة بالأسرى، فليس بين الآيتين تعارض، والنسخ فرع التعارض. هذا هو الطريق الرابع من طرق معرفة النسخ. الطريق الخامس والأخير من طرق معرفة النسخ، كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. طيب، لعلنا نقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.